مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشاط الاخبار. البدايه بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجتمع برؤساء الأحزاب السياسية في لقاء تاريخي دام أكثر من 80 ساعة ليختتم أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات. استثمارات واعدة في تربية الأبقار بالمسيلة تقليصا لفاتورة استيراد بودة الحليب، ونسلط الضوء على نظام جديد لإنتاج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا. الألوان الوطنية تتألق بعنابة في آخر مراحل طواف الجزائر الدولي للدرجات، وبين بونا وجالما تنافس رياضي وترويج سياحي. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تجسيداً لالتزامه بتكريس سنة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية في نقاش صريح وبناء، التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. وفي مستهل اللقاء الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رحب السيد رئيس الجمهورية برؤساء 27 حزبا مشاركا في هذا اللقاء الأول من نوعه، والذي يريد السيد الرئيس من خلال استحداثه إرساء قواعد حقيقية من الحوار البناء والصريح بتوسيع التشاور وتبادل الآراء مع مختلف في الأطياف السياسية في البلاد حول مختلف القضايا الوطنية ومستجدات الراهن الإقليمي والدولي. اللقاء الذي يأتي في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية بتكريس سنة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، حضره الوزير الأول نذير العرباوي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بعلام بعلام، إلى جانب قادة الأحزاب التالية: الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بالقاسم ساحلي، رئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة النضال الوطنية عبد الله حداد، رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية رضوان خليفة، رئيس حركة الشباب الجزائرية عمر بريكسي قرمات، الأمين العام حركة الوفاق الوطنية علي بوخزنة. رئيس الجمهورية رحب أيضا برئيس حزب صوت الشعب الأمين عثماني، رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية ضيف محمد، الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، رئيس حزب الوسيطة السياسية العروسي رويبات. السيد الرئيس حي كذلك رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، والأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون، ورئيس حزب العدالة والحرية جمال بن زيادي، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنية عبد الكريم بن مبارك، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني. كما رحب السيد الرئيس برئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن كرينا، رئيس حزب جيل الجديد جلال سفيان، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، رئيس حزب جبهة المستقبل فتح بوطبيق. رئيس الجمهورية حي أيضا
الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش والأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى يحيى رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهرة زرواتي وعلي عمارة رئيس الحزب الجزائري الأخضر للتنمية ورئيسة جبهة المواطنين الأحرار نجية دامارجي ومن حركة الإصلاح الوطنية فيصل بوسادرية. كما يتوج هذا اللقاء التاريخي سلسلة لقاءات ومشاورات عديدة كان السيد الرئيس قد عقدها برئاسة الجمهورية طيلة السنوات الماضية والتي رسمت مشهدا جديدا في مسار تعزيز الديمقراطية التشاركية والتفاعلية في الجزائر. على مدار أزيد من 8 ساعات ترأس السيد رئيس الجمهورية لقاء تاريخيا هاما مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. هذا اللقاء الذي يرسي لعلاقة تكاملية بين السلطة في البلاد والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها كان سانحة لطرح كل المواضيع والقضايا في نقاش صريح ومفتوح من أجل توضيح التصورات وبلورة الأفكار وتوحيد الرؤى بخصوص مختلف القضايا الوطنية والعمل السياسي والنشاط الحزبي في الجزائر بما يعزز اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات الراهنة. وهذه الآن انطباعات عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في هذا اللقاء التي جاءت مثمنة لهذه المبادرة. أولا نحن في جبهة القوى الاشتراكية ننوه بهذه المبادرة ونأمل أن تكرس كتقليد في الساحة السياسية الوطنية لإعطاء الفرصة للأحزاب السياسية للمشاركة ولإبداء آرائها في كل القضايا المتعلقة بتسيير الدولة الجزائرية. يعني فهو النقاش كان مفتوح على كل المواضيع سواء ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة أو الوضع الدولي أو الإقليمي الراهن. نحن في من أجل فتح الحوار بين رئيس الجمهورية والأحزاب الجزائرية حول القضايا، كل القضايا يعني دون استثناء، القضايا الوطنية والدولية والإقليمية بما فيها مسألة الرئاسيات وطرح المشاكل، طرح المشاكل. وبالتالي اللقاء جرى في هذا التوجه، يعني كل واحد عبر عن رأيه، كل واحد عنده أولوياته. احنا فيما يخصنا طرحنا الانشغالات اللي نعتبرها يعني أشياء مستعجلة تتطلب التكفل. في الحقيقة اللقاء كان مفتوح تماما والنقاش كان واسع وكل
من رؤساء الأحزاب أخذوا الكلمة وطرحوا الأسئلة نتاعهم، وكانت في نهاية يعني اللقاء جواب مطول من قبل رئيس الجمهورية، ويعني أعطى بالتفصيل كل ما كان يهم يعني المشاركين، فكان اللقاء جيد. وشيء اللي مهم هو أنه المعلومة تصل إلى كل الطبقة السياسية. جدول الأعمال كان مفتوح لكل القضايا التي تهم الأحزاب والقضايا الوطنية القضايا الدولية، وبالتالي كانت جلسة هادئة، جلسة مسؤولة، كل رؤساء الأحزاب خذوا الكلمة وعبروا عن مواقفهم وعن نظرتهم كذلك للوضع تاع البلاد، وقدموا اقتراحات بالنسبة للأحزاب وبالنسبة لكيفية التنسيق. وإن شاء الله أن هذه المبادرة سوف تستمر لمبادرات أخرى إن شاء الله. والجزائر تصنع استثناء بالحوار السياسي مع أعلى مؤسسة في الدولة الجزائرية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، لا تفريق بين الأحزاب التي تمثل الحزام الوطني الداعم لرئيس الجمهورية وبين الحزب المعارض، يجتمع الجميع في طاولة الوطني من أجل تدارس مشاكل الوطني، من أجل رفع انشغالات الهموم وانشغالات المواطنين، من أجل ترقية الفعل السياسي. إنها خطوة أولى نباركها ونتمنى أنها تصنع تقليدا. أين استمع السيد رئيس الجمهورية بصدر رحب إلى كل واحد من الأحزاب، رؤساء الأحزاب السياسية، يعني عن وضع الحال الذي قدمناه، عن استشرافنا وعن مقترحاتنا اللي نراها في الجبهة الوطنية الاجتماعية توافق وتواكب المصلحة العليا للدولة ومصلحة الشعب الجزائري في الداخل والخارج. وهذه مبادرة طيبة وجديدة في الساحة السياسية للجزائر، وحميدة في نفس الوقت. وتشاورنا وكل واحد أعطى، كل حزب أعطى الرأي نتاعه في مجريات داخل الوطن وخارج الوطن وعلى حدودنا. لكل حزب له أن يدلو بما يراه مناسبا في حدود أن يصب في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء، إثراء للنقاش السياسي حتى نرقى بالعمل السياسي والعمل الديمقراطي في الجزائر. فإن شاء الله هذه المناسبة طيبة ستلقى ثمارها في مستقبل الممارسة السياسية في الجزائر. كانت ملفات مفتوحة وشاملة، ولنا كل الحرية لمناقشة كل الملفات، وطرحت كل الملفات بدون تابوهات، وجاوبنا بكل صراحة وبكل مسؤولية. رؤساء الأحزاب أشادوا بهذا اللقاء التاريخي الهام. نشجعوها ونثمنوها لأن فعلا تشاور ونقاش مفتوح، وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان فاتح قلبه يعني بصراحة، تحدثنا على عدة قضايا لتهم البلاد، قضايا داخلية وإقليمية دولية لتهم البلاد نتاعنا، ونستعد للمحطة الجاية اللي هي المحطة الرئيسية والمفصلية اللي هي الرئاسيات تاع 7 سبتمبر. وقع الأمر أن السيد رئيس الجمهورية أدلى بتوجيهات، وأنه كان جده متحمس للاستحقاقات القديمة، فهذا الشأن هو يعني لابد من المداومة والمرافقة. اجتماع مطول مع السيد رئيس الجمهورية، أين تدخلت الأحزاب بكل مشاربها، وإحنا في الواقع كمناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي خرجنا بأكبر رؤية واضحة، أكثر لدينا رؤية واضحة، ولكن الآن تأكدت مرة أخرى أنه الجزائر تحتاج إلى مواصلة الإصلاحات وبلوغ أهدافها، وأيضا الجزائر يحميها الجميع، ولكن قبل أن يحميها الجميع يبنيها الجميع. لذلك التوافق المسؤول يقتضي أن تكون هناك أرضية ويكون هناك رجل إجماع الذي سيقود الجزائر في المرحلة القادمة.
أيضا لابد أن نشيد بأجوبة السيد رئيس الجمهورية اللي كانت هي أيضا أجوبة بدون تحفظ وأجوبة مفتوحة، جعلتنا كرؤساء أحزاب جزائرية نعرف ما هي الأخطار المحدقة بالجزائر، لنتعاون جميعا كشعب وكسلطة وكأحزاب سياسية على أننا نحمي هذه الجزائر التي ليس لنا غيرها. تمت استمرارية في تكريس الاتصال المؤسساتي التي تحسب على فترة الرئيس على أساس أنه الاستماع لكل المشارب لكل آراء بجو ديمقراطي جو مسؤول، وكان نقاش مفتوح وحر يعني، وكان كانت غلبة الوطنية ومصلحة الجزائر قبل كل شيء. فتحنا عدة ورش، هذا الرئيس كان أذن ساغية، كان بعفوية كما عودنا. وش نقول لك؟ نقول الجزائر يبنيها الجميع. ثمنا هذا اللقاء باعتباره فرصة سياسية للحوار والنقاش السياسي بين الأحزاب السياسية والسيد رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة السياسية في البلاد. اعتبرنا هذا الحوار خطوة مهمة في بناء العلاقة السياسية التي تكفل تطوير الأداء السياسي وتطوير المنظومة الحزبية في الجزائر. مبادرة جيدة، ولأول مرة رئيس الجمهورية يسمع انشغالات تاع المواطن، وهذه نتمنى الاستمرارية ولو خطرة ولا زوج في العام، باش أولا نطرحوا المشاكل اللي يعانيها المجتمع، وهذه هي أنا قلت لهم اليوم هو هذا الجدار وطني وخاصة في هذا الوقت. كما ثمن رؤساء الأحزاب أجواء الحوار الصريح الذي طبع هذا اللقاء. لقينا يعني بترحاب كبير هذا اللقاء الذي يعتبر أول مرة سابقة في الجزائر، ولكذلك بين سمو وارتقاء الأداء الرئاسي وخاصة رئيس الجمهورية في تواصله مع الفاعلين في المجتمع. كانت في البداية مع وسائل الإعلام، ثم المنظمات المهنية، إلى المنتخبين، إلى البرلمان بغرفته، واليوم كذلك مع الولايات، واليوم راهي مع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني بغرفته، وكذلك بالنسبة للمجلس المحلية. أهم شيء أن كان نقاش مفتوح بالتساوي ما بين كل الفاعلين السياسيين مهما تكون المرتبة تاع كل حزب، ولكن كانت بالتساوي وكان بدون جدول أعمال مسبق. تناقشنا كما ورد في جدول أعمال حول القضايا ذات الشأن الوطني، وكذلك حول القضايا الإقليمية والدولية، وترك المجال مفتوح لنا كحزب سياسي باش نعبر على انشغالاتنا وكذلك انشغالات المواطنين. فطرحنا بطبيعة الحال رؤيتنا لمسألة إعادة الاعتبار للعمل السياسي كحزب سياسي. يجب أن نعود إلى تنشيط الساحة، إلى تأطير المواطنين. هذا يتطلب بطبيعة الحال مجموعة من الإجراءات، انفتاح سياسي، انفتاح إعلامي. في الهيئة الوطنية التقرير النهائي كملناه في 10 ماي هذا خلال سنة، وقمنا بعرض الندوات الجهوية، عرض التقرير عن الندوات الجهوية للإثراء والتقويم، وفي نفس الوقت نوقف على حصيلة الإنجازات تاع السيد رئيس الجمهورية. نعم، احنا كان العرض تاعنا هو انه التقييم كان ايجابي للعهد الايجابي هذه، واعطينا النتائج على مستوى الوطني، الانجازات الوطنيه على مستوى السياسي. قدمت للسيد رئيس الجمهوريه باللي الاحزاب اليوم الدور تاعهم لازم يكونوا مدارس تكوينيه لطبقه سياسيه جديده اللي هي تواكب روح الجزائر الجديده. مبادره ثمينه جدا نثمنها ونعتبرها بادرة خير، ثم الطريقة التي تم بها إدارة الحوار وردود رئيس الجمهورية على مقترحات الأحزاب وانشغالاتهم وهواجسهم رد صريح أخوي وأيضا مبني على معطيات. كان اللقاء متميزا، نحن شاكرين للجمهورية على هذه المبادرة الطيبة، وتعد انطلاقة واعدة إلى فضاء سياسي يشارك فيه الساحة السياسية مع السلطات الدولة. أفادنا رئيس الجمهورية بمعطيات كثيرة هي على كل حال تنبي وتنمي على أن الرئيس مطلع اطلاع قوي جدا
بما يحاك للجزائر في الداخل والخارج. بخطى ثابتة تمضي الجزائر نحو إنتاج سلة غذاء أبنائها، وبسواعدهم تتحول الصحراء إلى مساحات خصبة تدير أجود أنواع القمح الصلب واللين. العينة في النشرة من ولاية جانات الفتية. إبراهيم بالخير. واحة جانات التي اشتهرت نخيلها بإنتاج أجود أنواع التمور، تقتحم هذه المرة مجال الزراعات الاستراتيجية من خلاله مستثمرة نور بمساحة تفوق 90 هكتارا للحبوب بين القمح الصلب واللين. والمردود هو يزيد، والكمية المسقاة والمنتوجة راهي زادت الحمد لله، والعام الجاي إن شاء الله رانا درنا تحدي باش يكون ضعف تاع هذه المساحة. يعني بدينا في الآخر حفرنا الآبار، ويعني العمل القاعدي خدمناه. احنا رانا نتبعوا السياسة تاع رئيس الجمهورية والحكومة تاعنا، ورانا موافقينها أصلا، يعني راهي في باب المنطق، والمردود هاوليك والنتيجة هايليك. احنا كبلدية جانت يجونا ملفات المستثمرين، ورانا دايرين لهم تسهيلات ماكسيموم، نسهلوا للمستثمر سواء محلي وسواء اللي راه جاينا من لهيه. دولة رايحة في هذا التشجيع، وخاصة سياسة رئيس الجمهورية اللي راهي باينة اليوم واضحة، اللي باغي يخدم الأرض يتفضل، وما بينا ينمونا المنطقة نتاعنا. 65 قنطارا للهكتار الواحد هو المحصول المنتظر بهذه المستثمرة النموذجية التي رفعت التحدي بهدفه تطوير الفلاحة بالجنوب ضمن التوجه الاقتصادي الجديد للدولة. رانا متوقعين إن شاء الله نكونوا أكثر من العام اللي فات، نلحقوا 70-80 قنطار في القطار. وفيما يخص العام الجاي إن شاء الله رانا حابين نزيدون تريبلي ولا سيرفاس مع اون اكستنسيون، راهي ماشية الأمور ما شاء الله، إن شاء الله نلحقوا 150 هكتار. إذا نستحسن هذه المبادرة، ونحن بصدد مرافقة كل المستثمرين. هذه ربما نموذج لولايتنا الفتية ولاية جانات، ولكن نطمح أن المستثمرين كلهم يحذون حذو هذه المستثمرة. وموازاة مع التجربة الناجحة للحبوب، نتائج مشجعة في إنتاج الخضر والفواكه بمستثمرة نور التي تسعى إلى تطوير نشاطها مستقبلا تطويرا للفلاحة الصحراوية. وضمن الشعب الفلاحية الاستراتيجية المدعمة المعول عليها في تطوير الانتاج الوطني وتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة، شعبة تربية الأبقار، حيث تم أمس إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموظب في أكياس على مستوى ملبنة بدواو بولاية بومرداس، عملية من شأنها تثمين الانتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. المتابعة لعماد كرمة. بسواعد أبناء الجزائر وخبرتهم، تجري مراقبة نوعية الحليب منزوع الدسم ومطابقتها مع المعايير الدولية. نقوم بتحليل لضمان وتطبيق المعايير الجريدة الرسمية لضمان صحة المستهلك، كونه منتوج حيوي يتكون من بروتينات مادة دسمة. وبدقة وسرعة واحترافية يوزع الحليب عبر شبكة تضمن توفير المنتوج في مختلف مناطق الوطن. الأجواء هنا راهي مواتية، احنا رانا درنا كامل شنو نقدروا باش نديروا إنتاج منتوج جديد اللي هو حليب بقر. ظروف العمل جيدة، العمال ربقع ملاح الحمد لله، تحسنت الظروف ما شاء الله، ورامو حليب جديد إن شاء الله، والمواطن وفر متوفر له الحليب. لوبجيكتيف تاع الوزين تاعنا إن شاء الله باش يكون تسمى مواطن بسيط يشرب حليب تاع البقرة إن شاء الله، وإن شاء الله الإزدهار والشركة.
هو نظام جديد يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه استيعاب مقتضيات السوق وتلبية احتياجات المستهلك. هذا النظام الجديد الذي لا محالة الذي سوف يعطي دفع لشعبة الحليب في الجزائر ومن خلالها شعبة اللحوم وكل القطاع الفلاحي بصفة عامة. هذه المبادرة الجيدة التي تحسب لمجمع جيبلي وتم تأطيرها من طرف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية تعتبر لبنة جديدة في طريق نحو تحقيق الأمن الغذائي. تتضافر الجهود للنهوض بشعبة حليب الأبقار الطازج والتي تنسجم مع رؤية استشرافية حددتها البلاد. وتجسيدا للتوجه نحو الاستثمار في الحليب الطازج وتقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب، نقف عند الاستثمار في تربية الأبقار الحلوب بمزارع ولاية المسيلة. استثمارات أتت أكلها وفرة وجودة، لا سيما بعد استفادة المحيطات الفلاحية من الربط بالكهرباء الريفية. وليد قتري. تستهلك هذه الملبنة بولاية المسيلة 150 ألف لتر من حليب البقر الطازج يوميا، ولا يشكل ذلك إلا 40% من إجمالي احتياجاتها. هدفها الوصول إلى الاعتماد بشكل كلي على الحليب الطازج، ما دفعها إلى فتح استثمار كبير قريبا في تربية البقر الحلوب، ولدعم الدولة دور كبير في ذلك. حاليا نحن متعاقدين مع 1500 فلاح متوزعين على 10 ولايات مجاورة لولاية المسيلة، وفيه مشروع كبير أطلقناه مؤخرا تحت اسم مزارع الحضنة. هذا المشروع يضم 4 مزارع كبرى بطاقة كلية تقدر ب 4200 بقرة حلوب. من ناحية الاستثمارات الأخيرة للملبنة، تحصلنا مؤخرا على عقد امتياز فيما يخص استثمار على أرض فلاحية تقدر ب 600 هكتار اللي راح نستغلها أيضا في إنتاج الأعلاف الخضراء والحبوب. الملبنة تضمن كذلك شراء كل ما ينتج في الولاية من حليب الأبقار، الأمر الذي شجع الفلاحين على خوض هذا المجال وأنعش شعبة تربية الأبقار مثل ما يحدث مع هذا الفلاح. هذا كرانا نوردوا في الحليب نتاعنا للمصنع اللي هنايا القريب في المسيله، كون القرب يلعب دور ثاني، القرب يلعب دور باه المنتج نتاعك تسوقوا، القرب يلعب دور. رانا نشوفوا باللي كاين تغير في المنطقه وخاصه من اللي جات الكهرباء الريفيه. المنطقه دروك من اللي جات الكهرباء الريفيه مدت دفع قوي للاستثمار في الفلاح. الكهرباء الفلاحية مورد حياة للفلاحة، ساهم بقوة في انتشار استثمارات جديدة في تربية الأبقار وغيرها، والمسيلة من الولايات التي خاضت خطوات عملاقة في البرنامج الوطني للربط بالكهرباء الفلاحية. ما يفوق 5500 مستثمرة فلاحية في البرنامج الأول، تم الوصل بالكهرباء أكثر ما يفوق 3500 مستثمرة فلاحية، وهذا يعني الدعم تاع الدولة اللي يساهم بمساهمة كبرى أولا في تدعيم النشاط الفلاحي وفي استقرار وارتياح الفلاحين. استثمارات واعدة في تربية الأبقار الحلوب بولاية المسيلة سيكون لها حتما الأثر في تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب من جهة، وتوفير لحوم الأبقار المحلية من جهة أخرى. إلى فعاليات المنتدى العالمي 10 للماء الذي تحتضنه مدينة بالي الأندونيسية، حيث شكل جناح الجزائر فضاء استقطب العديد من الوفود المشاركة، وفود كان لها فرصة الاطلاع على المؤهلات التي تصخر بها المنطقة الرطبة لسد جرف التربة بمنطقة الثورة ببشار. مفادة التلفزيون الجزائرية إلى أندونيسيا آية دحو. موطن الفلك والوديان تزينه لوحات فنية تنساب بين الكثبان، امتدادها يوازي امتداد حضارة تواجه صراع البقاء بسبب اختلال التوازن الإيكولوجي. تأثير واضح، تأثير الجفاف نتيجة قطع مياه النهر المشترك مع المغرب وتحويل الغابات هاي الجميلة إلى أراضي صحراوية قاحلة مع الأسف. يعني
أنا سعيدة جدا بتواجدي هنا بجناح الجزائر. زيارتي للمعرض مكنتني من اكتساب معارف جديدة في مجال الموارد المائية في الجزائر وعبر العالم أيضا. نرى واضحا أن هناك أن الجهة الغربية قامت الجهة المنبع للمياه الجوفية قامت بوضع سدود من أجل منع تسرب المياه الجوفية إلى المصب في الجزائر، ما أدى إلى تدهور الوسط البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة. انبهروا جدا بالعرض التقنية ثلاثية الأبعاد، وتأثروا كثيرا بالقصة المعروضة حول منطقة الثورة، ماضيها حاضرها ومستقبلها. تحقيقا للأمن المائي، تعاون إقليمي وفق رؤية جيوستراتيجية مشتركة. تكلمنا على القواعد العامة التي يجب أن ترسخ من أجل إدارة مشتركة للمياه بما لا يؤثر على استقلالية البلدان وعلى سلطة البلدان على ثرواتها الباطنية. من هنا تأتي الأهمية نتاع الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا. إنجازات تنموية اقتصادية وسياسية جعلت الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها في المحافل الدولية. مفادة التلفزيون الجزائري إلى بالي، آية دحو. في الذاكرة الوطنية تمت أمس بقرية إيث أرغان ببلدية أجني جيغران بدائرة واضية بولاية تيزي وزو إعادة دفن رفات 81 شهيدا. العملية تمت بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيغا والسلطات المحلية للولاية وأعضاء من الجيش الوطني الشعبي وأفراد من عائلة أو عائلات الشهداء. المناسبة تأتي لاستذكار مسار الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرة ومستقلة. في أخبار حجاجنا الميامين، وصلت إلى المدينة المنورة أمس دفعتان تضمان 481 حاجا وسط ظروف تنظيمية محكمة لاقت الاستحسان والإشادة. يقول طارق حاجي. مع أول خطوة بأرض المدينة المنورة وعلى بعد دقائق معدودات من المسجد النبوي، نزل ضيوف الرحمن الجزائريون بالفندق المخصص لهم، حيث كان الاستقبال حافلا والتنظيم محكما، وما هي إلا لحظات حتى استلم الجميع مفاتيح غرفهم. سكننا الحمد لله، يعني والله غير فاجئونا بهذا الاستقبال، وكان حار ومحترم اون ميم طون، محترم ويعني ما كانش فيه مشاكل في قضيه تاع السكن. الشرف هذا يعود لنا للدوله تاعنا، والانسان يحس باللي عنده دوله وعنده رجال اللي راهم قايمين على الشيء هذا. والله غير من اروع ما يكون، انا ما كنتش نتصورها سواء في الارض الوطن ولا هنا كي وصلنا. الإجراءات عادية وبسيطة، بسطوها بأقصى درجة، ومش كل شك كسيل من الماء. الحمد لله، وتحية الجزائر وتحية ترتيبات على الجزائر، إن شاء الله دائما هكذا. اتخذت كل التدابير، كل الظروف ليكون هذا الموسم في ظروف حسنة أولا، ثم لإنجاحه مع تضافر الجهود كل القطاعات التي تعتني بموسم الحج ككل سنة. عملية الإسكان سبقها عملية التحضير من معاينة الفنادق والسهر على توفير كل الظروف لراحة حجاجنا الميامين. وتبقى البعثة الجزائرية بكل القطاعات المكونة لها على أهبة الاستعداد لاستقبال الدفعات التي ستتوالى تباعاً لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. هكذا إذن كانت أجواء اللحظات الأولى لحجاجنا الميامين بالمدينة المنورة، استقبال حار وتنظيم محكم، والأجمل من هذا وذاك أن يتراءى لك المسجد النبوي على بعد خطوات من الفندق. طارق حجي، بعثة التلفزيون الجزائرية المدينة المنورة.
أجمع المشاركون في اختتام فعاليات المنتدى الدبلوماسي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين على المرافعة من أجل تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. المنتدى جاء فرصة لتدويل الرسالة العادلة للشعب الصحراوي وفضح نظام المخزن في سياسته الممنهجة تجاه المدنيين الصحراويين. فاطمة زهرة بن فرج الله. بصوت واحد وموقف ثابت وإجماع تام اتفق أعضاء المنتدى الدبلوماسي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي على تكثيف العمل الدبلوماسي في المنابر الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. هذا أول منتدى ينعقد في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف وله أبعاد سياسية ودبلوماسية للمرافعة على القضية الصحراوية. نحن متضامنون مع الشعب الصحراوي ونتواجد بالمخيمات العزة والكرامة بتندوف لوضع ميكانيزمات فعالة يشكل في الحقيقة فرصة لتعزيز الوعي بعدالة هذه القضية ونقل صورة واقعية لهذه الدول عن الأوضاع الحقيقية في الأراضي الصحراوية. المنتدى الدبلوماسي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي ينعقد لأول مرة في طبعته الخامسة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، وهو رسالة قوية تكرس الدعم الدائم واللامشروط للكثير من دول العالم مع الشعب الصحراوي وحقه في السيادة والاستقلال. On behalf of the Republic of Kenya. كينيا حاضرة، نعم، دبلوماسيا، وبالطبع نحن ندعم استقلال الصحراء الغربية. And we call upon all member states and nations. We are discussing how to further. نساند الشعب الصحراوي، وكدبلوماسيين نسعى لتمكين هذا الشعب من استرجاع سيادته وأرضه بالصحراء الغربية. Of the people of Sahrawi. توسع رقعة الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ورسالة قوية للعالم لدعم الشعب الصحراوي في قضيته العادلة. من المخيمات اللاجئين الصحراويين، بعثة التلفزيون الجزائري، فاطمة الزهراء بن فرج الله. في تطورات العدوان المتواصل على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و100 جريحا، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني. مراسلنا وسام أبو زيد تنقل إلى المستشفى أو إلى مستشفى الكويت التخصصية إثر قصف همجي استهدف المنطقة الشرقية لمدينة رفح ليقف عند ظروف التكفل بالمصابين المأساوية. نعم، هذه هي اللحظات الأولى التي نصل فيها المستشفى الكويتي في المناطق الشرقية لمدينة رفح. هذه المستشفى الصغير الذي بقي يعمل رغم المخاطر المحدقة في الطواقم الطبية وحتى إصابة عدد من الطواقم الطبية خلال قصف مجاور لهذا المستشفى. من ناحية الخدمات الصحية الآن متعثرة بسبب يعني المستشفى النجار خرج من خدمة ومستشفى المرواني خرج من خدمة، ونحن هنا في المستشفى الكويتي نقدم خدمات الإسعافي الأولي ثم نقوم نقل الحالات إلى مستشفيات ميدانية أيضا إمكانياتها أيضا بسيطة. معظم الحالات تأتي إلينا يعني مدنيين ليس لهم علاقة بالقتال أو غيره، وأطفال ونساء بأعداد ليست بسيطة من المستهدفين. جئنا لنكشف المزيد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما جرى قبل قليل من غارات إسرائيلية على أحد المنازل السكنية القريبة والمحيطة من هذا المستشفى، أدى إلى استشهاد 3 أطفال. هؤلاء الأطفال الفلسطينيون هم الشهداء، قتلوا قبل قليل في غارة إسرائيلية. أطفال زي ما تشايف، مش يعني تقولوا زي ما بقولوا إرهابيين، أطفال قتلوا أطفال، يعني ما قتلوش حدا تاني. هاي تفضل تفرج، اللي بقول له بالدعم الإنسانية، اللي بقول لك هو بالدعم الإنسانية، بقول لك رفح آمنة، فيش مكان آمن في رفح، زي ما بقولوا إن رفح آمنة فيش مكان في رفح آمن، كله مستهدف، صغير كبير كله مستهدف. نتكلم عن أخوين أنس ومحمد النجار، هم الآن في عداد الشهداء الفلسطينيين، لكن عائلتهم لا تعرف أنهم شهداء حتى هذه الساعة.
استشهدوا في قذيفة إسرائيلية مع أحد الفلسطينيين، مع الأطفال الفلسطينيين الآخرين في نفس الغارة. هذول اثنين إخوة، أمهم أبوهم أخواتهم يجي سووا الحين لما يعرفوا أولادهم استشهدوا، يجي يصير في هذا. هذول اثنين إخوة من دار نجار، وهذا الشاب انضرب شعر. أطفال أنس ومحمد، إخوة، اثنين إخوة ماتوا مع بعض. هذا ما تمكننا أن نصل إليه في هذه الساعة، لكن هناك عشرات المصابين وعدد آخر من المفقودين في المناطق الشرقية. لكن الاحتلال لا يقصف فقط المناطق الشرقية أو أنه يتوغل في المناطق الشرقية فقط، بل أنه يستهدف المناطق الغربية ليل نهار. وهناك أيضا العديد من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الساعات الماضية. وسام أبو زيد من المناطق الشرقية لمدينة رفح، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في أخبار الرياضة، وبعد 10 جولات استمرت من شرق البلاد إلى غربها، اختتمت أمس قافلة طواف الجزائر الدولية للدراجات بتصدر الدراج الجزائري نسيم سعيدي الترتيب العام. بلال بوزيدي. ختام دورة الجزائر كان مسكاً على العناصر الوطنية التي تمكنت من خطف القميص الأصفر بفضل الدراج سعيد نسيم من فريق مدار، وكذا الإبقاء على القميص الأخضر لحمزة ياسين كأحسن دراج سرعة في هذه الدورة. استغلينا الفرصة من شفنا يعني المايو جون كان في ديفيكولتي، وقدرنا يعني نوصل حتى لافان ونفوزوا بهذا القميص الأصفر. يعني بلا ما نساو صحابي تاني اللي عاونوني وداروا فيها كونفيونس. المرحلة 10 التي ربطت ولايتي عنابة بقالما ثم العودة لعنابة على مسافة تقدر ب 148 كيلومتر. السباق كان تكتيكيا منذ البداية، وعرفت العناصر الوطنية كيف تسيره رغم محاولات الانفلات والتي كانت ناجحة لثلاثة دراجين. ركيكي يوسف بمعية عز الدين العقاب يحملون سعيد نسيم لهجوم مضاد عن أصحاب المقدمة وأخذ أسبقية الفارق الزمني عن الإريتري أغوس، والذي وصل في منحدر قلعة بوصبع إلى أكثر من دقيقة ونصف. تداول العناصر الوطنية على قيادة كوكبة المقدمة ومضاعفة المجهود مكنهم من أخذ فارق مريح لسعيد نسيم الذي كانت تكفيه 30 ثانية فقط لخطف القميص الأصفر، وهو ما كان عند خط الوصول في مرحلة فاز فيها دراج جزر الموريس كريستوفر لاغان، متبوعا بعز الدين العقاب ثانيا ويوسف رقيقي ثالثا، ليسدل الستار عن دورة الجزائر وتكون محطة ثانية أخرى للجائزة الكبرى بعنابة وثالثة أخيرة بالجزائر العاصمة. كرويا، وفي مباراة مؤجلة عن الجولة 22 من رابطة المحترفة لكرة القدم، حقق فريق مولودية وهران فوزا ثمينا على ضيف اتحاد الجزائر بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران. هدف المولودية الوحيد سجله اللاعب دها في الدقيقة 38 من الشوط الأول ليرفع الحمراوة رصيدهم إلى 29 نقطة في المرتبة 14، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 39 في المركز الخامس. وبهذا الانتصار عززت مولودية وهران حظوظها في ضمان البقاء قبل 4 جولات عن نهاية الموسم. ختام النشرة في أمان الله.